من لندن ينضم إلينا دكتور مصطفى بزركان المحلل الاقتصادي. دكتور مصطفى، مجرد البدء بالتنفيذ في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وظهرت أزمات داخلية وخارجية، يعني لا أحد يعلم بالفعل إلى متى وكيف ستنتهي. بداية من أزمة العمالة الأوروبية، يعني هي بكل تأكيد ستؤثر على هذا القطاع، قطاع الضيافة. كيف تجد هذه التأثيرات أولاً؟ طبعا هو ليس القطاع الوحيد، هناك قطاعات اقتصاديه اخرى، يعني قطاع البناء، قطاع الصناعات، قطاع النقل بالشاحنات البريه، هذه جميعها تاثرت. والمواطن يشهد هذه التاثيرات، لو يذهب الى مراكز التسوق سيشهد ان هناك بعض المواد غير متوفره. لماذا؟ لانه غادر بريطانيا 15,000 سائق شاحنه، هذه من جانب، من جانب اخر غادروا ايضا الاف من قطاع الضيافه، قطاع يعني عمال التنظيف في الفنادق، في المؤسسات التجاريه، في المنازل، هذه جميعها ولدت مشكله. المشكله كيف؟ هو الاحلال العامل البريطاني مع بدل المواطنين او العماله الاوروبيه، هناك مشكله. اولا كان العامل الاوروبي يقبل بحد ادنى من الاجور، هناك ايضا مشكلات تواجه الخبره في هذا القطاع، خاصه قطاع البناء، كان هناك 30% من القطاع من العمال الاوروبيين. كيف يمكن ان تواجه بريطانيا هذا النقص في العماله دكتور مصطفى؟ لابد اولا، طبعا نحن شهدنا خلال الاربع سنوات الماضيه كان هناك تصريحات بتدريب، لابد انه هذه الخبرات تنقل الى المواطن البريطاني او العمال، ولكن لا ننسى انه جاءت مع بريكسيت تأثيرات اجتياح كورونا، هذه نقطة أساسية، ولذلك بدأ العمل عن بعد. لابد أنه يكون هناك اختصاصات جديدة تضاف إلى الاختصاصات الموجودة، هذه مشكلات قد تجعل المواطن يندم على موافقته على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. نعم، دكتور مصطفى بزركان المحلل الاقتصادي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.